الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على لبنان حرمت الأطفال هناك الحياة الهانئة، ليس فقط أثناء الحرب وإنما بعد الحرب كذلك. أتعرفون لماذا يا أصدقائي؟ إنها القنابل العنقودية التي لم تنفجر بعد. قبل نهاية الحرب بأيام قليلة، قامت إسرائيل بإلقاء ملايين القنابل العنقودية على الحقول جنوب لبنان، وهي قنابل تحمل الواحدة منها في داخلها مئات القنابل الصغيرة. ويبدو أن من بين كل 3 قنابل عنقودية ألقتها إسرائيل هناك قنبلة واحدة لم تنفجر، وهنا تكمن الخطورة. ويمكن لهذه القنابل أن تنفجر في أي لحظة لدى لمسها أو محاولة التقاطها، حيث جرح الكثير من الأطفال الذين كانوا يلعبون في هذه الحقول بعد انتهاء الحرب. في جنوب لبنان اليوم حوالي 1,000,000 قنبلة عنقودية غير منفجرة، وتقوم فرق متخصصة بإزالة هذه القنابل بأسرع ما يمكن، كما تقوم أيضا برسم خطوط واضحة حول أماكن وجودها. إلا أنه ما تزال هناك بعض القنابل التي لم تكتشف بعد، وعلى إثرها جرح حسن ذا 11 من العمر عندما كان يلعب مع أصدقائه في الخارج. لما زدت المفاجأة تروح مصرينا لقيته بداية صرت أركض، صرت أركض الله أكبر ونفسوا مصرينا سلامش. من عشان سمعت إشي ما لما صار يحكون بس البعش نور صار أول حسن طلعت في الكنبلة مش سمع إشي قد ما صب وسنو ضيناية. وكانت الحرب قد اندلعت إثر أسر حزب الله جنديين من إسرائيل، حيث قامت إسرائيل بالرد بقسوة على ذلك، وبعد 34 يوما من إطلاق النار المستمر دمرت بيوت وقتل وجرح الكثير من الناس. هذه وفاء التي فقدت ابنها هادي ذا 11 سنة نتيجة قنبلة غير منفجرة عثرت بها قدماه الصغيرتان بعد انتهاء الحرب. كنت حب كتاف وشي من هون مبروه من برام ما عاش يسألوني كل شي فيك. العثور على القنابل العنقودية أمر يصعب في حقول الموز، إذ تكون القنابل مغطاة بأوراق الشجر. إبطال عمل هذه القنابل يتطلب وقتا طويلا، فهو عمل شاق وصعب تقوم به منظمات دولية وإنسانية، محذرة الناس من خطورة انفجار هذه القنابل مستخدمة شواخص تحذيرية. كما سلمت قوات حفظ السلام بيانات إلى المواطنين تحذرهم فيها من خطورة هذه القنابل. ويأمل الخبراء أن جنوب لبنان سيصبح خاليا من تلك القنابل العنقودية نهاية عام 2008. 1-0 تدمير.